تمام اللي هو نهايه الفارق ال 12 اللي هي الدايجراماتيك اوبننج تمام. في ثلاثه كونستريكشن هو طوله حوالي 10 بوصه، البوصه 2.5 سم او 2.4 سم يعني حوالي 25 سم في الادل. في ثلاثه كونستريكشن، واحد عند الدايتو اللي هي الكوفرنجيال سكنتر اللي انت قلتها لي من شويه تمام، 7.6 بوصه عن السنان، واحد عند نهايته كاردياك سفنكتر 7.16 بوصه عن السنان، واحد ميد وين الاوسوفاجس ليف مش رايت، الاوسوفاجس ميد لاين بس شفت للليف، وبالتالي الاورتيك ارش على الليف او الليف برونكس عاملين اندنتيشن سالقين على الاوسوفاجس في الحته دي، تبعد 10 بوصه من السنان. الديزيزز يا اما اتليزيا تمام اتولد باتليزيا زي اي يونال ستراكشر، يا اما فيستولا بين التراكيه والاوسوفاجس وبتعمل اسبيريشن وشست انفكشن. الصوره دي جت في امتحان صور كتير قوي قوي كوين فورم بودي وهنتكلم عليها وقت الصور، بس عرفاني ان دي كوين وخلاص معايا، ده هنديله فيو ده لاترال فيو. لما نتكلم عن فورم بودي هو موضوع مهم لكن ما جاش الا صور، لكن ممكن يجي فورم بودي. ده تقريبا ثالث فورم بودي ناخده في الاي ميتي، خدنا قبل كده فورم بودي في النيوز يونيلاترال فيتس ميزا بتشارج، فورم بودي في الاير، النهارده فورم بودي في الاوسوفاجس والهايبو فارينكس، بعد كده في فورم بودي في اللاركس وده فيتا بتاع اللاركس. الاربعه فورم بوديز بيدوك نفس العنوان التايب اوف ديليشن والتايب اوف فورم بودي. ده سؤال بيسكيو اللي جاي قبل كده يا جماعه، الرازرز والبنتس في البريزونرز في المساجين والمنتال ريتاردد بيشن دبابيس وموس حلاقه، يبقى في المساجين معايا السايت اوف انفكشن جاست بلوك ذا كريتو فارنجيال سفنكتر او عند كونستريكشن. الكلينيكال بيكشر وما هو الاوسوفاجس الا ديسفيجيا وريجرجيتيشن كله ما عدا لو الديزيز ده كرونيك بيعمل له سبويل لان مجرى الاكل معايا ده مش كرونيك انت مش هيلحق يحصل له سبويل. الانفستيجيشن اكس راي من غير صبغه بانت لو معدن، اكس راي بالصبغه لو مش معدن لو ريديو ليوسف اللي هي نار ريديو بين او منظار التريتمنت اشيله بالمنظار مش بجوزكم بيه. ده تاني اهم موضوع في الاوسوفاجس الكروسيف، اهم موضوع الاستيجيا. تاني اهم موضوع الكروسيف، كروسيف اوسوفاجايتس عليك مرتين السنه دي، مره في الشرعي ومره في الاي نتي. اللبن اللبن تمام، البوتاس البوتاس ده كريستالات لما تحط على ميه وتتدوب بتبقى زي اللبن، الواد شربها غلط مامته حطها وكل شويه تصب في الطشت وتغسل معاه، الواد جه من وراها وشرب افتكروا لبن. فاذا السوارنج اوف كوريسيف ماتيريال مي بي اكسيدنتال ان تشيلدرن او انتحار في الادل تمام، مي بي الكالي زي الكوستيك بوتاش البوتاسه الكاويه او اسيد زي كلور او سلفوريك اسيد تمام، وده نادر. يمر بمرحلتين اكيوت وكرونيك، السؤال ده جاي قبل كده على فكره، السؤال ده جاي نظري تمام، يمر بمرحلتين اول ما بلع البوتاس وبعد ما يحصل له فيبروسس كرونيك. اول ما بلع البوتاس يا اولاد بيعمل اشارس اللي هي الالتريشن، الالتريشن في الماوس والفارس والاسوفاجس ادي سلافين وانتستيشن تمام، يعدي على الابيجلوتس اهو يورم الديميتاس سترايبر اذا انخنق يعمل شوك، الشوك ده يا اما من الالم نيروجينيك يا اما مش عارف يبلع مش عارف يشرب هايبوبوليميك هايبوتنشن. التريتمنت اميديت مالشن اشربه حاجه تليس على الغول بالمالشن يعني يليس على جدار الاسوفاجس يليس هنا كده تمام زي البويه دهان فيقوم يمنع الرياكشن بين الماده وبين الغول معايا، ده الديمالشن اللي هو ميلك اند ايج وايت. اديله انت بقولك علشان الاشرز الالتريشن ما يحصلش سكند انفكشن، اديله كورتيزون انت انهبيتورز وانت فايبروتيك علشان ما يحصلش ستريكشر تمام. رابر دي تو جاستريك تيوب تيوب اهي من النوز لايت الاستومك اللي هي الرايل رايل طريه رفيعه ليه يا دكتور؟ علشان لما يجي يحصل ستريكشر يحصل عليها يبقى في اليومن، لما يجي يحصل فايبروس يحصل عليها وبالتالي يبقى في مينتننس لليومن لانها لو مش موجوده هيوبليتريت خالص. انا عن نفسي بخاف اعمل الحركه دي لان ممكن تبرفوريت لانها فرايبل بس يعني هو المفروض. كرونيك ستيج ولاد الكرونيك ستيج في ستريكشر حصل تمام وبالتالي في ستينوزس وسوفيال ستينوزس هتقول ادي الى الديسفيجيا، قلت لك جميع انواع الديسفيجيا اكتر للسوفيس ما عدا الاكاليسيا والبلاكارديا. صوت
ريجرجيتيشن يجي يشرب المايه ترجع تاني اندايجست طبعا تمام نصف ويت يفقد الوزن والراجل مش عارف ياكل وده كرونيك ده حصل استريكشر في الاسوفجاس الانفستيجيشن ده الصور وهو يا ولاد الاسوفجاس نورمال البوتنشال سبيس مفتوح يفتح مع اللقمه فانا بلعته بريم علشان يفتح واصوره معايا ما لو صورته كده بايه سريعه عاديه مش هيبان فاذا بري مصوار بتبين السايد اوف ذا ستريكشر الديجري اليومن قد ايه معايا اوف ذا ستريكشر اللينت قد ايه طولها قد ايه ثيكنس قد ايه الاسوفاجوسكوبي بتوريني فايبرس كونسنتريك نارنج اهو على فكره ده الدايليتور بس داخل في الاسوفاجوسكوب اهو وايت فايبرس الحته دي بس اللي بياكل منها وايت فايبرس كونسنتريك نارنج التريتمنت العلاج كان فيه يا دكتور على فكره لما يقول لك الفيرست ايد ميجر في الكروسيف هو الاكيوت ستيج هو الاكيوت ستيج والتريتمنت كان فيرست ايد لكن انا دلوقتي بشرح الكرونيك الكرونيك هو كان فيه اليومن ولا ما فيش كان فيه اليومن اهو يبقى معدي اذا وسع الحته الضيقه دي بيلاستيك دايليتور ريديتد معايا ما كانش فيه اليومن خلاص بقى الاسوفاجس كله فايبرس تيشو خلاص الموضوع بقى بنيت تعملوا جاستروستومي او كولون باي باس معايا كولون من فوق لتحت كانسر اسوفاجس للاسف وللاسف الشديد جامد سنتين للاسف وللاسف الشديد لان ده مش ان تي اصلا ده مش موضوع ان تي اصلا ما اعتقدش ان هيك تاني ما اعتقدش ابدا ولكن انا في هذه الاوضه وانا بشرح ما شرحتوش قلت يا جماعه مش ممكن يجيب كانسر اسوفاجس في ان تي وراح جاي وده كان حاجه غريبه جدا اول مره في حياتي اشوف امتحان النتيجه في كانسر اسوفاجس انا بتاع النتيجه بقالي 20 سنه عمري ما شفت كانسر اسوفاجس مش تبعنا اصلا ولكن علشان من ضمن اسباب الديسبيشن بس لو جه هي الاسطمبه يا دكتوره نور السبع عناوين الايج السكس البريدسبوزنج فاكتور ولا تنسى النمبر بيتش سندروم الباثولوجي هي هي الكلينيكال بيكشر اللي فيها لي ده سهل قوي ديسفيجيا اكتر للسوليدز لما يقفل خالص سوليدز زي الفلويدز معاه لوس اوف ويت ريجرجيتيشن بين هيماتيريسيس وبينينا بتروسيرابي بالمناسبه اكتر اثنين كانسر يفقدوا الوزن ايجو بيرنس واسوفجس ورحنا رازعين اللي بيجي اي اورد مين هو الكانسر اكتر في الاورد والمين مع ديسفيجيا اند لوس اوف ويت فور مور ذان ا مان شود بي كونسيدر يا كانسر هايبو فارنس يا كانسر اسوفجس اكتر اثنين كانسر في كل الوزن ولاد لما نيجي الكورسوس ستريكشر اسوفجس دي تقسيمه معايا كونجنيتال ادريزيا اتولد بيه ضيق تمام دروماتيك الكروسيف حصل له ستريكشر وفايبروزس انفلاميشن بلا ما فيش سندروم مش عمل ويب كرونيك فايبروزايتس تمام نيوبلاستيك الكارسينوما مالجنت ستريكشر واخيرا الميسلينيا سكليروديرما سكليرو يعني فايبروزس سكليروزس ديرما يعني سكيم بيحصل صب فيتينس فايبروزس لما يحصل صب فيتينس فايبروزس وبالتالي مروري تمام يبقى السكليروديرما ده داوت اوميون ديزيز وبتعالج بالكورتيزون بيبقى فيه صب فيتينس فايبروزس اقعدوا ورايا يا جماعه اقعدوا ورا اكاليتي اوف ذا كارديا سؤال ام سي كيو اتكرر اكثر سؤال اتكرر ام سي كيو في الاسوفجس هو الاكاليتي اوف ذا كارديا السؤال اللي اتكرر فيه الديسفيجيا اكتر للسوليدز ولا الفلويدز للفلويدز الديزيز الوحيد اللي عليك اللي بيعمل ديسفيجيا اكتر فلويدز هي الاكاليزيا لو عايز الحق المفروض الاكاليزيا والنيورو ماسكولار ديس اوردر الباراليسيس معايا بس انت مش عليك ده يبقى عليك الاكاليزيا اولا يعني ايه الاكاليزيا دايلاتيشن في لور تو تيرز اوف الاسوفجس معايا علشان في سباجم في الكاردياك سفنكتر سبحانك يا رب بص بقى اسبازم فوق في كريكو في الابرز وجال سفنكتر جاب لك باوتش اسبازم تحت في الكارديك سفنكتر اللي هو الابرز وجال سفنكتر جاب لك اكاليديا معايا اسبازم هنا او اسبازم هنا ده ديفكت في الاورباكس بلكسس مور كومن في ميدل ايج نيوروتيك في مين واحده ست عماله تتنفس على جوزها كل شويه تمام الاسوفجاس يتنفخ وما تعرفش زي ما جاكول زي القولون العصبي وهكذا تمام طيب انترميتنت افتر نيرفس شوك يبقى الديسفيجيا انترميتنت مور تو فلويدز ذان تو سوليدز ليه اصل السوليد ده هينزل بالجرافيتي هيفتح الاسبازم بالجرافيتي معايا فالسوليدز بينزل ليه ويت بولس اوف فود حته لحمه حته لقمه لها ويت اما الميه وانت بتشربها بتتسرسل ملهاش ويت معايا وبالتالي بتنزل بالتدريج فبتفضل فتره
regurgitation of undigested food low loss of weight. Low loss of weight ليه؟ علشان السوليدز انفيزبل جرافيتي وعلشانها انترميتنت. تمام؟ الانفستيجيشن وما هو الاسوفاجس الا باريوم سوار واسوفاجوسكوبي. حتى دايليتد لور تو ثيرز اوف اسوفاجس. التريتمنت سيديشن زي الديزبام تمام؟ لانها بتيجي في النرفس. مصر ريلاكسنت علشان الاسباز علشان الاسباز ده يفك. سيرجيكال دايليتيشن للسفنكتر دي اوسعها له. وممكن اقطع له الاستيك اصلا كارديومايوتومي ده استيك اقطعه تقوم تهوي هيجي له جاستريك جوس هايبراسيك مش مهم تمام يبقى اذا كارديومايوتومي او ويلرز اوبريشن طب ما توسعها له من غير ما تفكها عن اخر كارديوبلاست اللي هي ايه افتحها بالطول واخيطها بالعرض قمت كده وسعتها خليته الطول عرض فكده وسعت اسمها كارديوبلاست تمام كده انتوا عارفينها مش كده ولا مش عارفينها اهي دي السفنكتر فتحتها بالطول فقامت المصل فايبرز بعدت عن بعض رحت مدككها ومخيطها بالعرض فخليته الطول عرض وسعت اللي هي كارديوبلاست كارديوبلاست الطول خليته عرض فوسعت بدل ما تقطعها بس هيلر وسعت على الاخر معايا مصطفى جلوبس هيستيريكاس ده عبارة عن سايكولوجيكال ديس اوردر بتيجي اكتر للستات بص يا جماعة يا دكتورة يا دكتورة هاجر اسكتي جميع انواع السايكولوجيكال ديس اوردر اكتر في الستات تمام جميع انواع السايكولوجيكال ديس اوردر اكتر في الستات فلما اقول لك جلوبس هيستيريكاس او جلوبس فارينجس اكتر في الستات الفيميل اللي خايف على نفسها اللي خايفة اللي يجي لها كانسر ده اسمه كانسر فوبيا تمام دكتور انا عندي حاجه عماله تطلع وتنزل الحاجات دي كتير قوي الايام دي على فكره سايكولوجيكال ديس اوردر كتير عند الناس قوي انا عندي حاجه عماله تطلع وتنزل يا دكتور تطلع وتنزل ايه عمال اريق في النص ولا ناحيه واحده نص يونيلاترالتي ده سنه تيومر مش لاترالايز ده في النص ده سايكولوجيكال ميد لاين مع سوالوينج اوف سلايفا نوت فود وانت بتبلعي اللقمه بتنزل عادي طب ما ده يبقى مش ورم لو ورم هيقفل مجرى الاكل لا ده وهي بتبلع الصلايبه بس وهي بتاكل بتفكر في الاكل فبتنسى معايا وبالتالي ده كانسر فوبيا سنسيشن اوف لامب لامب يعني ماس لامب يعني ماس سنسيشن اوف ماس تمام تطلع وتنزل مع الصلايبه الانفستيجيشن اعمل لها كل الانفستيجيشن هتلاقيها نورمال معايا التريتمنت سايكولوجيكال اشورنس ده الجديد ده كانسر فوبيا الحياه سؤال الديسفيشيا سؤال مهم يعني ايه ديسفيشيا صعوبة بلع difficulty or real sensation of the act of swallowing مجرد ان احساس بالبلع ده ديسفيشيا لو معاها ألم يبقى اسمها اودينوفيشيا هو السوالونج او الدوجلتيشن ده كام ستيج اورال فارنجيال وسوفيجيال تمام كل واحد منهم كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينيس الميسيلينيس في كلهم باراليسيس في العضلات او ديفكت في العضلات باراليسيس للباكتريتور اللي هو الفيشيال باراليسيس للبلك اللي هو فيجاس باراليسيس للطنج اللي هو 12 هايبوجلوسر الفارنكس نفس الكلام والميسيلينيس فارنجيال باوتش ديفكت في العضلات برضه معايا بس لا كان سفيت الكلمتين عند لابر جيكسون سندروم مهم قوي اكتب له يعني ايه وير ديفيشنس انيميا ومور كومن في الفيميلز وبري كانسرس فاهم والفارنجيال باوتش تكتب كلمتين ديفينيشن ويعني ايه كلينز هيسنس ما بين الكليكو فارنجيوس وفايرو فارنجيوس وسبشال كوزس يا ولاد يا كوزس هو اليومن بتاع الاسوفجاس فروم بودي ويف يا كوزس في الوول اللي هو الاسوفجاس نفسه الاسوفجال وول يا كوز اوتسايد يا اما الاسوفجاس اتزرع هنا يا هنا يا هنا معايا في الوول هو الديس اللي خدناه كونجينيتال وتكرر اللي قلناه تروماتيك التروما يا ميكانيكال يا فيزيكال يا كيميكال زي اي تروما معايا فروم بودي وعور الوول شوكة سمكة نزلت تمام اوسوفاجوسكوب وانا بعمل منظار عورت الاوسوفاجوس ريديو ثيرابي اشعاع او كيميكال الكروسيف اللي قلناه من شويه انفلاماتوري اكيوت اوسوفاجايتس في الاكزانسيماتري الاكزانسيماتري اللي بتعمل فيفر عند ريش دكتور كريم تمام يبقى اذا اوسوفاجايتس في الكرونيك بلامر دينس سندروم انت ناس الجيرد جاستو جيرا فلاكس الجاستري كونتنت طلعت معايا ده الجيرد ده بيه كانسرس يا ولاد للحته دي اللي هو بارت اوف ذا اسوفجس
تمام؟ وبيعمل ديسفيجيا، يبقى اذا ريفلكس اوزوفجايتس في الجرد، جاستروجايال فلكس ديزيز. على فكره الجرد ممكن يعمل هورسنس والينكس كيو، ممكن يعمل كاف وتشوكينج، جست الجوس بيطلع يخلي العين يشرق، يخلي العين عنده هورسنس وهكذا. تمام؟ ده سؤال السكيو اللي جاي قبل كده. نيوبلاستيك، نيوبلاستيك في الاوزوفجاف كارسينوما، بلاش ليوما يوما دي، ماشي. ميسيلينياس اللي هي سكلوروديرما والاكاليسيا. من فضلك لما السؤال ده يجي اكتب لي كلمتين عن الاكاليسيا، اكتب لي كلمتين عن الاكاليسيا. دايليشن في لوور تو ثيرز اوف ذا اوزوفجاس مور كومن ان ميدل ايج نيروتيك فيميل. واهم كلمه ديسفيجيا اكتر ليه فلويدز او سايد الوول. الاوزوفجاس اتزرق هنا، واهم سوينج هنا جويتر، جويتر معايا او ليمف نود او حاجات كتير قوي بقى في الرقبه. اختار شيست، الجويتر دي ممكن تنزل جوه الشيست تزنق التراكيا والاوزوفجاس او ريتروسترا جويتر او ميدياستاينال مان. او انت عندك كام اورك عرش؟ واحد، الواحد اتولد باثنين، زرع الاوزوفجاس فين؟ واحد من قدام الاوزوفجاس والثاني من ورا. ديسفيجيال جوليا اللي هو ضابط الاورتك عرش، او فاسكولار لوب، فاسكولار لوب زرع الاوزوفجاس. واخيرا في الابدومن انا قلت لك الاوزوفجاس مايل على الليفت ولا الرايت؟ ليفت، يبقى اللارج ليفت لوب اوف ليفر. بس فوجاسكو سمر، بس فوجاسكو انا قاعد اهو، العيان نايم يا اولاد، نايم على ترابيزه العمليات معايا، وانا نايم تحتيه كده كده وحاطط المنظار كده. ليه؟ اصل ما ينفعش اتني العيان، انا لو اتنيته خربته، فلازم ابقى ستريت لاين مع العيان. فهمت الكلام؟ يعني العيان نايم اهو وانا قاعد تحتيه وببص بالمنظار. المنظار بتاعي بتاع الاي ام دي ماسوره حديد داخله في الاوسوفجاس، لازم تبقى ستريت لاين. وعلشان كده انا ميلت، ما ينفعش اعمل كده واخرج معايا، لازم ستريت لاين. دايركت فيجواليزيشن اوف ذا اوسوفجاس يوزنج اوسوفجوسكوب ريجن اندر جنرال اناتيزيا، يا للتشخيص يا للعلاج. طبعا انتوا شفتوا تاني راوند جاله دايركت لارنجوسكوب، مش تاني راوند؟ ايوه. تمام؟ طيب دايجنوستيك بشوف سبب اي منظار في الدنيا، للتشخيص يا للعلاج. للتشخيص بشوف سبب الديسفيجيا اللي عنده، او في تيومر واخد بايوبسي اشخص ده يعني ولا مالجنان. ثيرابيوتيك انا قلتهم وانا بتكلم، فورم بودي كوين، واحد بلع كوين بشيله بالمنظار، ريموفال لبناين تيومر او دايليتيشن اوف ستريكشر اوسوفجاس. ينفع اعملها له وهو لسه بلع بطاس؟ لا، ده في الكرونيك ستيج. يا ولاد ينفع الكانسر يتشال بالمنظار؟ لا، لازم افتح وشفت مارجن حوالين، ما ينفعش بالمنظار ليميتد معايا. كونترا انديكيشن لو في انيوريست، لو في كروسيف اوسوفجايتس لسه مبلوع او كايفوزيس وملا لاميل تحت العيان علشان ابقى ستريت. لو العين كايفوتيك هخرمه، الكومبليكيشن تخرمه بيرفوريشن في الاوسوفجاس، ولو خرمته الاوسوفجاس اهو تمام جنبيه اللنج البلورا معاه ماشي، هيجي لها انفكشن وهكذا. اذا لو خرمته هيجي له سيجير تروسيرفيت اول ما يكون في البين، مش هيعرف يدع لانه متعور ديسفيجيا، هيجي له شوك يا من البين يا مش عارف يشرب هايبوفوليميك، هيجي له فيبر وتوكسيميا علشان الميدياستايلايتس، هيجي له ديزني علشان اللنج، اللنج اتملت هواء، البلورا اتملت هواء، نيوموتوراكس زائد الرقبه نفسها اتعورت واتملت هواء، سيرجيكال انفيزيما. فاهم؟ الهواء دخل من المنظار ده فخل الرقبه، سيرجيكال انفيزيما. لو عملت له اشعه هتلاقي هواء في الرقبه وفي الشيست والبلورا كلها، اللنج كولابسد والبلورا مليانه هواء اللي هو نيموتوراكس. ده حال الامرجنسي. لازم التريتمنت هوسبيتاليزيشن، خليه محجوز بالمستشفى زي ما هو، اوعى تشربوا ميه من بوكو، nothing by mouth، شرب الميه، الميه هتوصل من الفاينل ده مخروم، وبالتالي اي في كيوريز. تمام؟ انتي بايوتكس ولو كون ابسس لازم انسيشن ودرينج وتعمل كلوجر. حكايه البلد، الناس اللي بتسال على البلد، انا يهمني قوي يا اولاد اسئله الانسكيور اللي في البلد يا علاج يا انت كنت كويس بقالك اربع ايام. على البلد بقى اللي يهمني قوي فيلو فرنشال انفونتس، اولا السبيتش بتاعه اسمه رايولاريا امنتا امنتا، فاهم؟ الحروف بتهرب من مناخيره، ده نمبر 1. تمام؟ نمبر 2 العيان اللي عنده كليفت بلد الاستيكر توب بتاعته اخبارها ايه؟ مقفوله، يجي له مرض اسمه ايه؟ سكريتوري تايتس ميديا. خلص البلد، تخيل بقى، خلص البلد.
بس انتهينا. بيجي لك صور يعمل انيلومن ديسمس كوندكتد في سبيتش رايدولاليا ابدا. التريتمنت بلاتا ريبير عن 10 مانس عند 10 شهور من السن، من 10 شهور لسنتين. معايا؟ التريتمنت بتاعه بلاتا ريبير عند 10 شهور لسنتين، خلص كده البلد. لو جالك صوره زي دي مش هتعرفها. يا سلام، ده تافه قوي. كليفت بلد. بيرفوريشن في الهارد بلد، ميبي سيفيليس، ميبي اكثر كليفت بلد ريبير وكاونت، بس هي سيفيليس. نيجي للاسئله. انا برجع اقول لكم تاني، ما تذاكروش يا جماعه، انتوا قدامكم 9 ايام قبل امتحان الاي ان تي. كلنا ست ايام، مش اقل حاجه ست ايام. ست ايام قبل امتحان الاي ان تي ما تذاكرش غير الاي ان تي غير قبلها، بس بشرط تكون رجعت معايا، يعني تكون قريت الايه معايا، معايا مخي، تكون قريت النوز معايا. النهارده تقرا الفاليكس معايا، يوم الجمعه تقرا اللاب. كده لا اللي حصل. انا في الاتحاد صحيح. وقول لي ده ما تتكلمش، انا في الاتحاد بس حصل لي كده. اخر اخر اورال كوميونتي وكده. ولاد لسه جايب عايز ايه؟ والله الدنيا حر لسه جايب واقفين. لا خلاص ولاد معايا يوسف. دلوقتي هناخد حالات الثروت بسرعه. صوت الثروت حالاته مش كتير. اهم حاله في الثروت الكوينز سابيوريشنز، مهمه قوي. معايا؟ بص بقى، لا تنسى يوم الجمعه، مش هغلط غلط اليوم اللي فات الجمعه اللي فات، بقول لك نبتدي 9 نبتدي 8 وربع، 8 شارب انا هيك 8 الا ربع، 8 بالظبط هبتدي علشان نخلص بدري ونقعد مع بعض 10 دقائق. تمام؟ السكس يير اولد بوي بيشتكي من حراره وديسبيجيا وسور ثروت. على فكره البروبلم سولفنج دي تنفعك في النظر حتى لو جاش سؤال نظر، هي نفس الكلينيكال بيكشر. The condition was repeated 7 times in the last year. 7 مرات السنه اللي فاتت. Examination showed bilateral congested tonsil with yellowish spots. ايه ده؟ Have you spoken of tonsillitis؟ اهي الصورة اهي، اظن واضحة جدا. كلام تاريخ يا ولاد. والله العظيم فيكم اللي هيجيب اقل من امتياز مش هعرفه. ما انا عرفت. A 5 year old boy. يا دكتورة هاجر الست فوكس اللي انت عاملاها من الصبح دي كفاية بقى. A 5 year old boy، ولد عنده 5 سنين يا دكتورة هاجر، بيشتكي من recurrent bilateral earache، وجع في الودنين على الناحيتين، وديمينيوشن فيري، وجع في الودنين على الناحيتين ريكارنت. ريكارنت يا جماعه، ريكارنت مش اكيد اتاك دلوقتي، ريكارنت اير ايك من وجع من حين للتاني وديمينيوشن فيري. قلتوا لي سمع هيز ماذر قالت ان الماوث بريدر اند سنورر مشخر. اكزامينيشن شود ريتراكتد دال بوست امبيريك ممبرين. السؤال ده جاب دايجنوزيس بايلاترال سكريتور تايكس ميديا بوست باي ادينويد لانه سنوره. طب لو قال لك جاي لي فين والدرام كونجستد مش ضل ريتراكتد، يبقى اكيوت. الفرق بين الاكيوت والسكريتوري، الاكيوت بين كل السكريتوري لا، الاثنين عاملين ديفنس،
دي فيبر دي لا، ومش شرط يقول فيبر برضه. دي كونجست تمبانيك ممبرين ودي لا. فهمت الكلام؟ الاثنين يا ابني انت كتبت الدياجنوس ايه؟ مش الدياجنوس الاثنين بايلاترال سيكريت روتايس مين سكندري تو ادينويد، هتعالج السيكريت وتشيل الادينويد والانفستيجيشن للاثنين. ليه؟ ما انت بتعمل اكس ريز وفاكس في حالات السكريتوري، مش كده ولا ايه؟ يا اولاد الصوره دي جت في امتحان الصور كتير ولا تهلفوا فاكرينها؟ ايه؟ مين ميوكويد ده؟ اي طبله حمراء تبقى؟ ايه؟ حمراء يا دكتور مين اهي؟ حمراء تمام؟ اي طبله حمراء تبقى كيكو تايتس ميديا، بينما دي بابل تبقى ايه؟ لا تقول لي ميوكويد ولا سيبس يا دكتور اصلا، سكريتوري وخلاص. يا اولاد على فكره سكريتوري تايتس ميديا هي ميدل اير فيوجن، هي كيكو تايتس ميديا وديفيوجن، هي بلو اير. فهمتوا الكلام؟ كلمة السر بابلز، بابلز البابلز دي اهي بابلز. يوسف شايفها من ورا؟ ها؟ تمام. نيجي بعد كده A 4 year old child بيشتكي من ديسفيجيا مع نو فيفر، خلاص اتحلت ديسفيجيا بس. He was on antibiotic for the last 10 days بقاله 10 ايام على مضاد حيوي. Examination showed wide coated tongue with no vas or saturation. كانديدا البكانت بالظبط اورال تراش او مونيليت معايا ديبندنج اون ايه؟ ما فيش فيبر وايت كوت الطنج ما فيش سابيوريشن وهكذا والمانجمنت وقف الانتي بايوتيك واديله انتي فانجر. انت يا واد عامل اتعارينا ورا ليه؟ عايز ايه؟ اه الله مش وايت كوت الطنج ولو شفته هتلاقي تحتيه السر. وما انت بتدرسها في الاي تي ليه؟ ايه؟ كده يا رايع قوي الموضوع ده. النبي يا دكتور نايم تحط ايدك على بقه دلوقتي. بص بقى A 30 year old female ست عندها 30 سنة 30 سنة يا دكتور مين؟ تمام؟ بتشتكي من ديسفيجيا بقى لها 3 سنين مبالغة قوي دي بقى لها 3 سنين associated مع dyspepsia and fungal ulceration. dyspepsia وfungal dyspepsia وfungal ulcer. abdominal pain showed enlarged spleen. CBC showed microcytic hypochromic anemia. with normal level of lymphocytes and platelets. Lamar-Benson syndrome. تبليمه والديش infectious mononucleosis. ما هي بتكبر الليفر والسبلين. CBC microcytic hypochromic anemia. وانما انا هتبقى اقول 3 سنين انفكش سوني بلوس هتبقى 3 سنين يا اولاد ده لازم ديزيز كرونيك مش كده ولا ايه؟ مش ده لازم ديزيز كرونيك تمام؟ فده عباره عن فيميل ميدل ايج عندها ديسفيجيا تمام؟ عندها سبلينوميجالي عندها انيميا خلاص؟ ويز نورمال ليمفوسايت مش مونوسايتوس اصلا. المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت اوف لامار بينسون. A 10 year old patient عيان عنده 10 سنين في سنكم كده تمام؟ جايبه حراره 39 dysphagia sore throat abdominal pain examination showed pharyngitis مع enlarged lymph node all over the body. CBC showed lymphocytosis with predominant monocytes. مش مبالغه ولا حاجه ان infectious mononucleosis يعمل dysphagia مش كده؟ طب اشمعنى؟ طب ما هي نفس الكلام معايا بس الثانيه مش عامله فيفر ولا لينفادينوبس برضه من برين. طيب اذا الدياجنوستو بيشتغل بار فيروس انفكشن او انفكشن سونيوكلوزيس ديبند اون ايه؟ انه طفل وهي اكتر في الاطفال ان في حراره في برايم ان في انجينوز ديسفيشيا سور ثروت ان في ابدومينال بين يبقى ممكن يبقى في سبلينوميجالي معايا ولينفادينوباسي وهكذا. اهم انفستيجيشن اسمه ايه؟ بور بانل او مونوسبور. ولاد A 20 year old male راجل عنده 20 سنة الحالة دي جت كما هي كما هي A 20 year old male
اداني هيستري اوف فيفر ديفيكالتي اوف سوالوينج فور دايز ديوريشن ذيس فيجن تمام وديفيكالتي اوف سوالوينج بقى له 4 ايام the condition progressed to throbbing pain في left side of the neck left side مع severe dysphagia and dribbling of saliva but also complaints of left neck swelling and left side of the head كوينزي جابها السنة دي اول راوند بس غيرها شوية قال له جاله تريزماس ان قابلت اوبن ذا شو فاكر معايا دي كانت اكيوت توكسولايتس والتوكسولايتس بدات تخف وبقت توكسولايتس على ناحيه واحده روبن بين يبقى كوينزي معايا ديفرنشال ديجنوستيك اوف كوينزي مانجمنت اوف كوينزي صوره الكوينزي اهي يا سيدي تعبان ليه اهي مش عمال تنزلنا على الصور 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 اهي هي دي صوره الكوينزي اشهر صوره للكوينزي جت حوالي 50 مرة الثلاث أربع سنين اللي فاتوا كل مجموعة تدخل كانت بيجيب لها كوينزي مش عارف ايه حكاية كوينزي والسنجر سلون بتاع الليالز معايا؟ لأنهم سهلين اهي كوينزي اهو اليوكيولا ايديمتاس موديل هو شفت ذا الأذر سايد التونسل اهي مسبوقة معايا؟ وسويرنج في البلد بقول لك ايه اريحك نفسيا أي سويرنج أحمر أحمر يا دكتور مينا في البلد يبقى كوينزي بس وانتهى ليه ما قلتش ليه؟ مفيش صور للبارفرنجية أصلا هي صورة ومش فايدة أقول تاني يا أولاد كومن إز ذا كومن يا جماعة مش أنا قلت كده كومن إز ذا كومن وعلى فكرة اللي أنت بتقوله ده اتغلط فيه برضه يعني في طلبة غلطوا فيه اتحسب غلط بس إحنا كلمنا رئيس القسم أيام ولكن المفروض كانت حسب غلط وصححت علينا صح ولكن قال بعد كده ما يغلط هيغلط خلاص صوت يا جماعة خلونا نخلص محدش يسأل تاني يا محمد أدي سؤالك لغاية ما نخلص أنا 9 year old child طفل عنده 9 سنين جايلي بفيفر تاني 39 inability to open his mouth properly مش عارف يفتح بقه كويس severe dysphagia pain in the right side of the neck refer to the ear and neck swelling on the right side neck swelling on the right side The patient gave history of tonsillectomy 4 days before. عمل tonsillectomy من 4 أيام. من 4 أيام بس. وبعد كده جاله neck swelling وجاله pain وهكذا. ومش عارف يفتح بقه. On examination, there was a swelling on the right pharyngeal wall, which also can be palpated on the right side of the upper part of the neck. ليه قلت parapharyngeal abscess؟ ما ينفعش كوينزي. معايا المانجمنت انفستيجيشن والتريتمنت بتاع البارافرنجيا اصحى يا دكتور مهند اصحى مهند دكتوره ميرنا فين هناك ميرنا فين يا ولاد قاعده ورا دكتوره ميرنا فين ورا ورا اصل كل نايمه صحوها صاحيه كويس الحمد لله ده انا المفروض يتعمل لي تمثال اربع ايام صحيان ورا بعض بصوا يا جماعه A 40-year-old man معايا عم A 40-year-old man جايلي بفيفر سيفير ديسفيشيا بنتل سويرينج في السفن ديبلا ريشو هنا تمام؟ On oral examination there was sublingual swelling with edema of the mucosa of the floor of the mouth تمام؟ Severe dental infection dental The سفن ديبلا swelling was tender and effectual ايه ده؟ لود فيكس عن جاينا اصل مش هنقول تاني خلاص دنتال انفكشن فوق سايكلز دنتال اوجن وفيت ديسشارج دنتال انفكشن تحت لود فيكس عن جاينا انتوا هنا اقول على طول اسمها عن جاينا مفيش حاجه اسمها اسكت اسمها على طول انسيشن تمام يعني لما تقول الصابرين اللي قبلها يا سيدي هتخسر حاجه قولهم وخلاص يا ولاد الناس اللي ورا A 4-year-old child جايلي بسيفير ديسفيجيا ودريبلينج اوف سلايفا أربع سنين سيفير ديسفيجيا ودريبلينج اوف سلايفا من الماوس and difficulty respiration difficulty respiration لها معنى his neck was flexed with flexed على فكرة انتوا بتفهموا الوقت علشان عمال امثلكوا لكن انا عايزك تتصور his neck كانت flexed معين قابلت to do extension مش قادر يعملها extension On examination, there was a swelling on the right side of the steropharyngeal wall to one side of the neck.
with enlarged tender right upper lip cervical lymph node. Acute treatment pharyngeal abscess. معايا؟ والمانجمنت انفستيجيشن والتريتمنت بتاعه. A 60-year-old man جايينك بليفت سايد ديك سويلينج مع ريجرشتيشن اوف اندايجستد فود. تمام؟ اندايجستد فود اون لاين داون، يعني بيرجع اندايجستد فود لما يجي ينام. خلاص؟ اكزامينيشن شوت سيستيك سويلينج اون ذا ليفت سايد اوف ذا نيك. ليفت مش رايت، ليفت لها معنى. تمام؟ تمام؟ which was not tender. السيست ده السيستيك سويلينج ده ما كانش تندر. Indirect laryngoscopy should brought the biriform of foot على الليف. ايه؟ pharyngeal pouch. Zinc cast diverticula. كريم، انا تعبت يا كريم. انا تعبت يا دكتورة هدير، مش لازم يا ولاد، لازم كل واحد باسمه. خلاص يا ولاد. وانا اسكت اسكت. دي صورة ايه؟ خلاص؟ عودة الصور اتحلت؟ أظن دلوقتي مش عايزين صور. A 14-year-old male patient presented مع severe bleeding in the left side of the nostril. 14 سنة بينزل من مناخيره. It was repeated 4 times in the last 3 months. اتكرر 4 مرات في الثلاث شهور اللي فاتوا. Examination showed pink smears in left lethal cavity. ولد يا هانم ولد، مش فاهم، فاكر ولد يا هانم ولد، فاكر الفيلم ولا لا؟ ولد يا هانم ولد، مش فاهم، ما ينفعش يجي الا الاولاد، فاكر ولا لا؟ لا يا عم، مش انجيو فايبروما، عادل هيكل. ايوه عادل هيكل اللي درسته في حصه. ايوه مش عاد حب. خلاص خلاص يا اولاد، حتى دي مش هتحس فيها. يوسف أبي بيشن 55 سنة، حالة جات كان هي برضه، على فكرة اللي فاتت جات، أنا آسف إن أنا ما قلتش، اللي فاتت جات، ودي جات كما هي. أبي بيشن 55 سنة برزنتد مع ديمينيوشن أوف هيرينج في الرايت إير، تقلي سمع في الرايت إير. فور ذا لاست تو مانث بقاله شهرين عنده تقلي سمع في ودنه، وقول دومين. انا بفسرها لك، شفت لما فسرتها انت عرفتها. ايزو فارينجيال انجيو فايبروما. لا هي فيلت ا سنسيشن اوف فلويد في الرايت اير. شطوره اشرف شاطر. اون اكزامينيشن ذا رايت درام ويز اوبيك اند ريتراكت. طب استنى بس علشان السؤال ده مهم. ويبر تيست شود لاترالايزيشن للرايت سايد. يعني ايه الوبر لاترالايز للرايت؟ يعني الرايت فيها ايه؟ كوندكتيف. وهيقول لك اكسبلين ليه الوبر لاترالايز للرايت؟ وليه ريني نيجاتيف؟ هيقول كده، قالها قبل كده الكلام ده. تمام؟ الدايجنوزس ده نيزو فارنجيال كارسينوما. ان بيها دكتور اي اولد مين وذ يونيلاترال كوندكتيف تساوي نيزو فارنجيال كارسينوما. ايه اول انفستيجيشن اعمله؟ نيزل اندوسكوب اند بايوبسي وسي تي. خلاص؟ المانجمنت انفستيجيشن والتريتمنت. بس خلي بالك من حاجه، لا تنسى تكتب نيزو فارنجيال كارسينوما عملت رايت سكريتور وفايتس ميديا. تمام؟ بعد ما تعالج الكانسر قول له هعالج له السكريتور. اميل بيشنت 53 سنه. على فكره انا مش هخليكم تصوروا الالجوريزم، هوريه لكم بس لان انتم متعبين قوي فعلا. انا مش عارف اشرح بالزن البطيء ده. اميل بيشنت 53 سنه جايلي بديسفيشيا. تمام؟ خلي بالك هو اولد ومين 53 سنة جاي بديسفيشيا أكتر من السوليدز عن الفلويدز، وده القانون العام. أي ديسفيشيا أكتر من السوليدز عن الفلويدز. The condition started 3 months ago من 3 شهور with, which is progressive with loss of weight. إيه ده؟ ليه تطلب أوسوفجيال؟ نعم. يبقى هي هايبوفارنجيال كانسر فيرسس أوسوفجيال كانسر. تمشي الاثنين، تمام؟ بس انا بتاع ايه في هكتب الهايبوفاركس الاول معايا. خلاص المانجمنت بتاع الهايبوفاركسيال كارسينوما طبعا يا حبذا لو قال لك جاي لي كمان بنيك سويلنج يبقى هايبوفاركس. خلاص مش هصبر بس معايا ده لو ليك سويلنج اللي هي الليمف نود ميتاستاسيس.
A 50-year-old male presented with painless swelling on the upper right side, the upper part, آسف, of the left side of the neck. يبقى راجل عنده 50 سنة جاي لي بسويلنج على الأبر بارت، تمام، الأبر بارت بتاع الرقبة في الليفت سايد اوف ذا نيك. هنا مثل على نفسك كده، تمام. ذا كونديشن ستارت تو مونث اجو، بقاله شهرين والسويلنج ده بينلس شهرين. السويلنج ده كان بيكبر، بدأ بالتدريج وبيكبر ببطء، سلولي جروينج، وبدأ بالتدريج. بدأ بالتدريج ده مش انفلاماتوري جراديوال، ده مش اكيوت ولا صادم هنا دوق ولا بتاع، انت فاهم. What is the most rural nature of this swelling? Metastatic lymph node. Focal to primary. ما هو بس هتقول ايه metastatic lymph node. تمام؟ The primary is focal. How to deal with the patient. اللي هو المانجمنت بتاع focal to primary. هتقعد تمشي القصة اللي قلناها كلها. وهتقول هتقول الحتة اللي فوق. ممكن السويلنج يبقى من هنا direct fist او below the clavicle. والمانجمنت to investigation وكل حاجة. حاضر أجل السؤال لغاية ما تخلص في الألجوريزم. اسألني وإحنا بنتكلم، اكتبه. A 50-year-old man، راجل عنده 50 سنة بيشتكي من snoring by night، بيشخر بالليل وهو نايم. With recurrent attacks of breathing difficulty that interfere with the continuation of sleep. يعني ايه؟ sleep apnea، تمام؟ بيصحى من نومه وما بيعرفش يكمل نومه ويجي ينام يصحى وهكذا. The patient is obese and hypertensive. How to reach the cause? History, examination, investigation. How to reach the cause اللي هو history, examination, investigation. تمام؟ ده لازم. History هتقول العيان ده obese ولا لا؟ العيان ده بيشتكي من الاذر سيمتومز ولا لا؟ السيمتومز اللي قلناها، تمام؟ الاكزامينيشن بيزامن النوز، نيزوفارينكس، اوفارينكس، هايبوفارينكس، وجنرال اوبيس، شورت نيك، وهكذا، تمام؟ What do you advise؟ والله يدفن البادي وي. يا ولاد انا مش عارف الجهل واخد حده معاكم. السيمتومز هي الهيستري، والساينس هي الاكزامينيشن. فهمت كلام؟ والانفستيجيشنز اللي مكتوبه عندك. كلمة سيمتوم معناها هيستوري، فاهمين الكلام ولا لا؟ كلمة دايجنوزيس تساوي كلينيكال بيكشر زائد انفستيجيشن. الكلينيكال بيكشر يعني ايه؟ هيستوري واكزامينيشن. لما اقول يا نادر هيستوري معناها السيمتوم، امال بقول لك ليه هتساله على اذر سيمتومز؟ الهيستوري هساله على اذر سيمتومز. بيتخنق كم مره بالليل؟ تمام؟ الهايبرسومنيا باي داي موجوده ولا لا؟ الامبوتنس، الهايبرتنشن، وهكذا. دكتور النيوريز، ما هي دي هيستوري يا اولاد. فهمت يا دكتور مبالغه ولا كان اسمها ايه؟ طيب استنى عليا. What do you advise the patient? Reduction of the weight number one. Avoid alcohol sedatives number two. ينام على جنبه وما ينامش على ظهره، انت ناسي ولا ايه؟ مش الكلام ده مهم؟ مكتوبه دي؟ تصدق مكتوبه؟ ينام على جنبه وما ينامش على ظهره، ما ينامش صباعي علشان ما يتخنقش. معايا؟ شويه ادفايس كده. طبعا في الاخر هيقول لك التريم، هتكتب له التريم. ايه؟ ايه؟ 6-year-old girl، بنت عندها 6 سنين. جايالي الامرجنسي روم مع سيفير بليدنج بالماوس، بتنزل في البقاع جامد قوي. سيفير بليدنج بالماوس. هير بيرنتس جيف هيستوري اوف بورسليتومي 5 دايز اجو. سكندري هيموريج. وات از ذا كوز اوف بليدنج؟ هتكتب ايه؟ سكندري هيموريج دي تو وومب انفكشن. وومب انفكشن لوك ات سيكس روم. هاو تو مانج السكندري هيموريج. تمام؟ على فكره السؤال ده ممكن يجي بطريقه ثانيه خالص. يقول لك تونسريكتومي بليدنج افتر تونسريكتومي، تمام؟ هاو تو مانج لو حصل انتر اوبرتيف، لو حصل افتر 8 اورز، لو حصل افتر 3 دايز. هي ايه؟ اظن الصوره تافهه. اسمها كوي، ما اسمهاش فورا بودي، كوي. في الهايبوفارينكس ولا في الاسوفاجاس؟ اجلها لي للصور.
بص انا مش هستناكوا تكتبوا طبعا.